في الفيديو ده هنتكلم عن الأول سيراميك كراون بريباريشن فور أبر سنترال إنسايزر. أنا عبد الرحمن الجمال ودي قناتكم دينتال تيب. الاوتلاين فورم بتاع الابر سنترال انسايزر من الليبيال او اللينجوال سيرفيس واخد شكل الترابيزويدال شيب، والشكل ده مهم جدا وهقول لكم ليه دلوقتي. اول ستيب هعملها ان انا هبدا انزل بالانسايزر ايدج، هرسم بالقلم الرصاص واقيس بالبروب هنزل قد ايه من 1.5 ل 2 مللي. تمام، ده تي اف 13 هستخدمه عشان انزل بالانسايزر ايدج. البوزيشن بتاع البير بتاعي هيكون عمودي على الانسايزر ايدج وده مهم جدا. هبدا اعمل 3 ديبث جروفز، ميزيال وديستال وفي نص السن، عشان اقيس اشوف انا نزلت قد ايه، وبعد كده ابدا اشيل ايه الزيادات اللي عندي دي وانزل بالانسايزر ايدج. البير لو هيميل مني يميل ناحيه اللينجوال، ليه؟ عشان انا عندي حاجه اسمها لينجوال بيفل، ولكن يفضل انزل بالانسايزر ايدج الاول اخليها فلات وبعدين ابقى اعمل ايه اللينجوال بيفل. نزلت بالانسايزر ايدج وسايب تو انامل ليب ميزيال وديستال از ا جايد ليا، اعرف انا منهم انا نزلت قد ايه واحافظ على الادجيسنت. اجي بقى من اللينجوال اميل البير بزاويه 45 درجه وابدا اعمل اللينجوال بيفل. طيب ابدا اشوف بقى انا نزلت قد ايه من اللينجوال اوضح، تقريبا نزلت 2 مللي. طيب بعد ما خلصت الانسايزر ايدج ندخل على الاكزيال سيرفيس وهنبدا بالليبيال سيرفيس. الفيو ده مهم جدا وده اللي بيوضح لي الفيرست والسكند بلين. الصوره اللي على الشمال ده الفيرست بلين والصوره اللي على اليمين ده السكند بلين. الفيرست بلين البير بتاعي بيكون بارالل تو توث لونج اكسس، والسكند بلين البير بتاعي بيكون بارالل للانسايزر تو ثيردز اللي هم الميدل والانسايزر. طيب ده مهم جدا جدا ليه؟ عشان يا باشا لما انا بحافظ على الاناتومي بتاع السنه، وده اول سبب مهم، يعني بعد ما باخد امبريشن للسنه واوديها للمعمل، المعمل بيبدا يظبط لي الكونتور بتاع الريستوريشن على حسب الفيرست والسكند بلين اللي انا عاملهم. يعني انا لو عملت السنه على بلين واحد وبعتها للمعمل، المعمل هيبدا يظبط كونتور السنه بمزاجه لان انت مش مديله جايد وريفرنس ليه، فعشان كده الفيرست بلين والسكند بلين مهم جدا. طيب يلا نبدا. هبدا اعمل زي الدبث جروفز بسيطه جدا كده افرق بيها بين الفيرست والسكند بلين، وممكن ما اعملهمش، يعني دي بس حاجه توضيحيه ليكم. طيب بعد كده هبدا بالفيرست بلين ولازم افولو الجينجيفال مارجن. الفينش لاين بتاعي هيبقى سوبرا جينجيفال عشان انا شغال على الكوست، انما انا في البيشنت يفضل اخليه سب جينجيفال عشان الاستاتيك. تمام. طيب خلصت الفيرست بلين، ابدا اميل البير بسيط خالص على السكند بلين. بعد ما اخلص الفيرست والسكند بلين عاوز اعمل ايفالويشن. هعمل ايفالويشن ازاي او من اني سايد او من اني فيو هنشوف دلوقتي. طيب كده انا خلصت الفيرست والسكند بلين والفينش لاين سوبرا جينجيفال، هبدا ابص على السنه من الانسايزر ايدج او من الانسايزر فيو. الفيو ده بيوضح لي الفينش لاين. الفينش لاين لو واخد شكل اليو شيب وايفن ثيكنس، ده اول احتمال، او ان انا ما عنديش اندر كات. طب عاوز اتاكد ان انا ما عنديش اندر كات، لازم ابص من الميزيال او الديستال. ادي الفيرست بلين وادي السكند بلين، نبص من الديستال برضو الفيرست بلين والسكند بلين ومش عاملين اندر كات مع الفينش لاين. خلصت الليبيال سيرفيس ادخل على اللينجوال سيرفيس. اللينجوال سيرفيس هبدا اعمل زي نوتش صغيره كده، ده كده مكان الفينش لاين بتاعي، وابدا امشي ميزيال وديستال ولازم افولو الكونفكستي بتاع السنجولوم. البير بتاعي بيكون عمودي على الاوكلوزال بلين. تمام، ولو السنه مظبوطه بقول عليها برضو ان هو بارلل للونج اكسس بتاع التوث. ماشي، الفينش لاين انا عايز فينش لاين قد ايه في الاول سيراميك؟ عايز اقول الراوند 1 مللي. نقيس بالبروب نشوف قد ايه الفينش لاين، 1 مللي بالظبط اول راوند. خلاص طيب فاضل عندي الفصه، نسيبها دلوقتي وندخل على الكونتاكت. ده الفاين نيدل، ابدا افتح الكونتاكت بتاعتي ونرجع بقى. انا قلت لكم الاوتلاين فورم بتاع الابر سنترال ايه من الليبيال سيرفيس واخد شكل ترابيزويدال شيب شبه منحرف. تمام. طيب ترابيزويدال شيب يعني عامل كده دايفير لفوق. المفروض بقى لما اجي انا افتح الكونتاكت بتاعتي التو وولز الميزيال والديستال يبقوا بارالل لبعض، لان كده الاوتلاين فورم ده بطبيعه السنه عامله اندر كات، فانا لازم اشيل الاندر كات دي، فهمشي بارالل للونج اكسس بتاع السنه والتو وولز الميزيال والديستال اضعف الايمان يبقوا بارلل لبعض عشان يديني باث اوف انسرشن. والافضل من كده ان انا اعمل مينيمال تيبرنج او كونفرجنج عشان يديني رينج اوف انسرشن. تمام. طيب يلا نبدا.
ادي الفاين نيدل الموفمنت بتاعتي كده من تحت لفوق، وهحاول اسيب انامل الليب عشان تحميل الادجيسنت. لو ما عرفتش ممكن استخدم الباند بتاع الامل. طيب هعمل ايفالويشن بالانسايزل، اتاكد ان انا ماشي في ستريت لاين، يبقى انا كده ماشي صح ما دخلتش على اللينجوال. نخش على الديستال، ولو خايف او مش عارف اعمل الانامل ليب ممكن استخدم الباند بتاع الامالجم عشان احافظ على الادجيس. وخدوا بالكم ان انا عامل سبورت بصوابعي على الكاست كويس جدا عشان اقدر اتحكم في الكونترا. طيب والبير بتاعي بارالل تو توث لونج اكسس، اعمل ايفالويشن برضو من الانسايزر، اتاكد ان انا ماشي في ستريت لاين. كده انا فتحت الكونتاكت من الليبيال سيرفيس، ابدا اكمل عليها من اللينجوال سيرفيس برضو الفاين نيدل بارالل تو توث لونج اكسس، وعامل سبورت بصوابعي على الكاست عند اللاترال اهو. طيب وفضلت برضو محافظ على الانام الليب، كده انا مش محتاج بند ولا اي حاجه. خلصت الميزيال، ندخل على الديستال. كل اللي انا عملته بس ان انا فتحت الكونتاكت، هبدا بقى اكسر الانام الليب دي بالبروب، وبعدين اوسع الكونتاكت شويه وانزل بالفينش لاين. طيب هبدا دلوقتي اوسع الكونتاكت بتاعتي تدريجيا. ده ستيل الفاين نيدل، هعمل راونديشن كويس عند اللاين انجل عشان البير ما يسحبش مني وانا شغال، تمام. بعدين هبدا اكبر البريد بتاعتي تدريجيا. انا هنا هعمل فينش لاين شولدر فينش لاين 90 درجه، فانا هستخدم تي اف. ده تي اف 12، هبدا اعديه الاول كده من غير ما اشغله، عدى فريلي كده اشتغل بيه، اتحشر بين السنتين اجيب بير اصغر شويه. ابدا اعمل راونديشن وانزل بليفل الفينش لاين شويه، واوصل الفينش لاين ببعضه، اكبر البير واجيب تي اف 13. ليه 13؟ عشان يديني فينش لاين الثيكنس بتاعه 1 مللي شولدر فينش لاين. والافضل بقى الايام دي ان انا بعمل فينش لاين اسمه ديب شامفر، هعمله بالاي بالتي ار. طيب نفس اللي عمل بالميزيال اعمله في الديستال. ده ستيل برضو الفاين نيدل، راونديشن عند اللاين انجل كويس جدا، اوسع الكونتاكت، بعدين اجيب تي اف 12، وبعدين تي اف 13 عشان يديني فينش لاين 1 مللي. على حسب بقى كل كليه شغاله بايه. لو هتعمله ديب شامفر يبقى انا استخدم تي ار، هنعمل شولدر يبقى استخدم تي اف. طيب ابدا ابص كده بقى من الليبيال سيرفيس. إيه لو خدتوا بالكم ان ليفل الفينش لاين الميزيال اعلى شويه من الديستال، فانا بحاول انزله دلوقتي، وفي انام الليب بسيطه ببدا اشيلها من ايه، من الميزيال والديستال. طيب كده انا خلصت الليبيال سيرفيس بتاعي وذاوت فينيشنج. ندخل بقى على اللينجوال، لسه في ستيبات عندي اهو. ده تي اف 13، نشيل الاستبات دي ونوصل الفينش لاين ببعضه، يبقى كله سموث كده وكونتينيوس. طيب كده فاضل عندي ايه في السنه؟ كده فاضل اللينجوال فصه. هعمل الفصه بايه؟ بالفليم. هتبص كده 90 درجه بالظبط عشان انا مستخدم شولدر فينش لاين. طيب ندخل بقى على الفصة بتاعتنا، وهستخدم فيها الفليم ده الازرق، في الاصفر طبعا للفينيشنج. الموفمنت بتاعتي وينج موفمنت زي المرجحة كده، رايح جاي رايح جاي. انا مجرد ما بحط الفليم على الفصة بيديني الكونكافيتي بتاعتي تلقائي، ماشي. طيب بعد ما هعمل الفصة كده انا خلصت بريباريشن للسنة بتاعتي without finishing. ابدأ افنش، افنش يعني اشيل اي شارب انجلز عندي، واعمل راونديشن في اندر كات اشيلها، افنش الفينش لاين والى اخره. هنبدا سيرفيس باي سيرفيس. هبدا ب، طبعا انا بتشيك كده الفينش لاين اول اراوند من الانسايزر لسه شارب والريجولر. نبدا بقى نفنش السنه بتاعتنا من الليبيال سيرفيس، ده برضو تي اف فينيشنج 13. ببدا كده اعمل راونديشن لللاين انجلز وماشي على الفينش لاين والفيرست بلين من الميزيال لحد الديستال، وابدا امشي على السكند بلين، ومنساش الانسايزال ايدج اعمل ليها فينيشنج راونديشن، والبوينت انجل ميزيال وديستال برضو اعمل لهم راونديشن. هتيجي دلوقتي ليه كده؟ عشان الانسايزال ايدج تبقى راوندد. ايوه كده. وهعمل برضو الحركه دي من اللينجوال عشان الانسايزال ايدج ما تبقاش شارب عندي. خلصت الليبيال سيرفيس بالميزو ليبيال والديستو ليبيال، ندخل برضو على اللينجوال بالميزو لينجوال والديستو لينجوال. ماشي على السنجولم، ولازم افول الكونفكستي بتاع السنجولم والفينش لاين. وهاجي دلوقتي افنش الفصه بفليم اصفر، ولما افنش الفصه لازم برضو افنش ايه، المارجنز بتاع الفصه هي دي.
افنش المارجنز بتاع الفصه وافنش البيفل اللينجوال بيفل اللي كنت عامله، وبرضو اعمل راونديشن للبوينت انجل ميزيال وديستال. وانا بفنش برضو بميل شويه بالبريد بتاعتي من الاول عشان تديني مينيمال تيبرنج. ايوه بالظبط كده، هي دي السنه بتاعتي بعد ما خلصت. طب دلوقتي ايه البير ده؟ ده اسمه اند كاتنج. اند كاتنج يعني بيقطع من الاند بس. طب انا بستخدمه ليه؟ لو انا عاوز اتحكم في الفينش لاين فقط من غير ما المس الاكزيال وول وانزل بليفل الفينش لاين سب جينجيفال. البير ده جميل جدا جدا جدا. طيب ده الاند كاتنج الازرق، لو واخدين بالكم عامل الريجولاريتيز كده في الايه، في الفينش لاين، فلازم بعد ما استخدمه استخدم اند كاتنج فينيشنج اللي هو الاحمر، هو ده. طيب لو مش موجود الاند كاتنج خلاص ممكن اشتغل بالتي اف بتاعي عادي، بس الاند كاتنج بيديني شولدر برضو فينش لاين، يبقى استخدمه مع التي اف، او لو انا هعمل شولدر فينش لاين فقط. انما لو انا هعمل ديب شامفر يبقى استخدم الايه، التي ار. حتى لما بنزل بالفينش لاين بيديني ميزه برضو ان الاكزيال وول لينث بتاعي بيزيد، تحس السنه بقت طويله. نفنشها برضو من اللينجوال وكده، خلاص قربت اخلص السنه بتاعتي، ابدا اعمل ليها ايفالويشن واقيمها واشوف ايه اللي ناقصها. ده من شكلها من الليبيال سيرفيس، تحس السنه طولت شويه لما الفينش لاين نزل بقى ساب جينجيفال اهو، بس على القصد يعني في خطوره شويه ان القص بيبدا يبوظ منك. طيب كده السنه بتاعتي خلصت، ببدا اعمل ايه ليها ايفالويشن من كل الاتجاهات، فيرست بلين سكند بلين، وهشوف صوره حلوه جدا للاندكس لو انا عايز اعرف انا شلت قد ايه من السنه بتاعتي. هنا بشوف الكليرنس، اعد البروب ميزيال وانسايزال وديستال. هنا بشوف الايه، انا شلت قد ايه من السنه، بكون خدت امبريشن للسنه قبل ما اشتغل، وبعدين بقطعها من النص بقى عندي ميزيال وديستال هاف، وابدا اتشيك اشوف انا شلت قد ايه. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا، وعشان يوصل لكم كل جديد ما تنسوش تتابعوني على يوتيوب وفيسبوك، وزي ما قلت لكم في دينتال تيبل هنتعلم مع بعض كل حاجة تخص المجال، وهكون معاكم عبد الرحمن الجمال.